جديد عدنا معكم مشاهدينا الأكارم في حلقة الليلة من برنامج المبدعون والدكتور نداء أبو مراد. أهلا بك من جديد دكتور نداء. أهلا بك. ونرحب في هذه الفقرة أيضا بالطالب النبيه رضا بيطار. يعني ليختار الدكتور نداء أبو مراد رضا بيطار ليشرح لنا عن موضوع الارتجال لابد أن يكون رضا به ميزات خاصة. كنا نتحدث عن موضوع تعليم الارتجال. نعم. حدثنا عنه ولنطبق ذلك مع رضا. نعم. تعليم الارتجال موضوع صعب جدا. كيف يمكن أن نعلم إنسانا أن يبتكر جملا موسيقية في لحظة الأداء؟ هذا لا يمكن أن نبدأه من البداية، يعني في دراسة كمان التقليد التأويلي العربي علينا أن نبدأ بتخزين، كما صنع الخلف مع أبي نواس في بدايته عندما جاء أبو نواس للخلف ليستأذنه لكي يقول الشعر، فقال له الخلف اذهب إلى البادية إلى الأعراب واحفظ 4000 من القصائد وعد واسمعني إياها. فذهب وعاد بعد سنة وأسمعه هذا المخزون، ثم قال له أتأذن لي؟ فقال له الخلف لا، اذهب وانسى كل ما حفظته وعد إليه. فذهب أبو نواس إلى دير واختل بنفسه ونسي ما قد حفظه، فعاد إلى الخلف ووجد الخلف أن أبو نواس كان قد تغير من الداخل، قد اتضع وعمل التأويل في جوفه، التأويل في التراث. فلم يعد يصنم التراث يعني صنمي، بل أخذ منه اللب لكي يبتكر القصائد الجديدة. العملية مماثلة في الإطار الموسيقي، أي أن على المريد، وهنا رضا هو من خيرة المريدين في هذا الإطار، وهو موهوب جدا، أخذ يخزن هذا التراث وهذه النماذج في ذاكرته على مدى سنوات، وفي المرحلة الأخيرة شعرت أنه صار قادرا على أن يدخل في عالم الابتكار، يعني الارتجال هو التلحين في اللحظة، في التلحين الفوري. وسوف نحاول الآن أن نجسد هذه المرحلة، أي التخزين ومن بعد أي أول ويبتكر، يعني أنا في لحظة صغيرة. المقام البياتي سأعطيك جملا ثم تعيده تكررها ومن بعد سنرى ماذا تفعل. بدون زخرفة، أولت هذا غيرت، بس هذا صحيح. فعلى البمب ستقول بعض الجمل، يلا. Thank you.
دكتور نداء، بعد هذه الوقفة الارتجالية الرائعة التي أخذنا بها تلميذك نجيب رضا، نود الحديث أكثر عن مواضيع الآن تهم الموسيقى وتهم يعني نداء أبو مراد كتخصص. بداية سأتطرق لموضوع حضرتك يعني جمعت النصوص الإسلامية والمسيحية في جلسة، جلسة سماع صوفي إسلامي مسيحي حملت عنوان البشارة. ما هذا يعني ما هذه الجلسة وما هو هذا الموسيقى؟ ما الذي حصل يعني؟ في منذ 11 سنة بدأت باهتمام بموضوع البشارة قبل أن يضحي هذا الموضوع يتحول إلى عيد رسمي في لبنان. يعني 25 آذار هناك عيد البشارة، يعني البشرى التي تلقتها السيدة مريم العذراء عليها السلام من الملاك بأنها ستلد ابنا من دون أن يمسسها بشر. وهذه البشارة إذن هي مشترك، حيز مشترك في العقيدة بين الإسلام والمسيحية، وقد عملت على ذلك منذ التسعينيات في حفل أولي، وثم في 2009 في هذه الجامعة، في الجامعة الأنطونية في كنيسة الجامعة، أعدت بلورة هذا السماع بشكل مختلف، فيه تجويد من القرآن الكريم من سورة مريم وسورة آل عمران، وأيضا تجويد أو ترنيم من إنجيل لوقا، وفقرات من متصوفين مسلمين ومسيحيين يتكلمون عن هذا السر من مطلق صوفي، لأنه هنا النفس عليها أن تكون عذراء ثم خصبة لكي تلد المسيح الكلمة. هذه هي المقومة تبع لهذا العمل، وفيه تأكيد على الموسيقى التقليدية التأويلية المشرقية العربية كجامع أيضا، بالإضافة للموضوع الروحي الذي هو موضوع البشارة. سيادة المطران جورج خضر، سيادة المطران سمعان عطلة، فضيلة الشيخ شفيق جرادي، وفضيلة الشيخ إبراهيم رمضان، والشيخ صلاح يموت الموجود بيننا ليشاركنا في هذا الاحتفال، والأب جوزيف بورعد الذي أشكره أيضا على تلاوة الآيات بالعبرية. أود أن أخص أيضا بالشكر أعزائي أعضاء هذا التخت، الأستاذ محمد عياش والأستاذ مصطفى سعيد والأستاذ غسان صحاب، وأيضا أستاذ ميخائيل الحوراني مرنما أو كقارئ للإنجيل. أود أن أطلب منكم أيضا أن لا تصفقوا أبدا خلال هذه الحفلة، لأنها حفلة صلاة مشتركة، تأمل مشترك، ترنيم مشترك، والمجد لله فقط ولا تصفيق. خرج النفس عن أصل محبة، في الخلق الذي يريد التعرف إليهم ليعرفوا، خرج النفس عن الخلق الذي يريد.
اليوم يشهد عالمنا العربي وبشكل عام يعني يشهد هذا القرن وهذا العصر تراجع في جودة الموسيقى وفي أهميتها ربما، يعني انطلاقا من دورك كأستاذ جامعي أستاذ في علم الموسيقى ومدير المعهد الموسيقي العالي في الجامعة الأنطونية بلبنان، كيف تقيم تدريس علم الموسيقى وما يحصل اليوم على الساحة؟ تدريس علم الموسيقى موضوع مختلف عن الموسيقى بحد ذاتها. الوضع وضع السماع في إطار العالم العربي هو صحيح أنه إشكالي، لأنه يعني هناك تركيز في وسائل الإعلام وفي السماع عموما على الأنماط الاستهلاكية أو الأنماط الخفيفة من الموسيقى، وليس هناك حيز من يعني ليس هناك من اهتمام جدي في التقاليد الموسيقية الخاصة بالعالم العربي، إن كانت تقاليد تأويلية يعني فنية أو تقاليد شعبية تكرارية، وعلما أنها تستحق أن تكون مسموعة أكثر. وفي أطر التعليمية للموسيقى هناك عادة تأكيد أكثر على أنساق موسيقية هجينة بين شرق وغرب، لأن والنظامان هما مختلفان جدا، من الصعب الدمج بينهما. أما علم الموسيقى فهو يعني في متناول الذين يريدون بين الموسيقيين أن يتعلموا كيف يبحثون، يعني يجروا العلم في إطار حول ظاهرة هي ظاهرة موسيقية، والظاهرة الموسيقية هي ظاهرة نعم لغوية يمكن أن ندرسها كأنما هي لغة بعدة مستويات تاريخية، أو من ناحية النظامية النظام اللحني والنظام الزمني أو نظام الإيقاعي. هذه مسائل تخصصية ندرسها في الجامعة الأنطونية، لدينا طلاب يهتمون كثيرا بالموسيقى ويحبون أن يدرسوها من حيث هي ظاهرة تدرس علميا، وأيضا التعليم يعني التربية الموسيقية نربي أيضا موسيقيين يطحون أيضا مربين موسيقيين. طيب ألا يمكن الربط بين الموسيقى كعلم وكتطبيق؟ أنت تقول أن هناك فرق بين التطبيق وبين العلم كموسيقى، ألا يمكن الربط بينهما؟ هو ليس التطبيق هي ميراث، والعلم يأتي ليدرس هذا الميراث، وليس يدرسه كتطبيق للعلم. العلم هو يتوقف أمام مثلا ظاهرة فيزيائية أو ظاهرة كيميائية أو ظاهرة فيزيولوجية أو ظاهرة أدبية أو ظاهرة موسيقية، يتوقف أمامها ويدرسها يحللها يفندها، وقد يضع نتائج هذه الدراسة في متناول الموسيقيين الميراثيين لكي ربما يفكروا بطريقة مختلفة، أن يهتموا بأمور يعني يضعوا في متناولهم هذه المقاربة حول التدوين أو حول التاريخ أو هذه المسائل. من الصدف أنني موسيقي ممارس وأيضا باحث في علم الموسيقى، إذن أحيانا يعني أستفيد من البحث لكي أوظفه في الإطار الموسيقي، أو أستفيد من كوني موسيقي لأوظف ذلك في معرفة حنايا الموسيقى بطريقة علمية، إنما من الداخل وليس من الخارج. طيب المعهد الوطني العالي الكونسرفاتوار الذي هنا موجود في لبنان، ما رأيك به؟ يعني هل يجيد دوره كمعهد على صعيد الموسيقى الغربية؟ لا 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 مشكلة في هذا المعهد في القسم الغربي، إنه يقوم بواجبه لتعريف أو لتعليم التلاميذ اللبنانيين على الموسيقى الغربية، وقد ينتج عنهم موسيقيين بارعين. إنما في القسم الشرقي هناك إجحاف بحق التقليد التأويلي، يعني هناك نوعا ما إزالة لما هو التقليد التأويلي المشرقي العربي، والاستعادة عنه بنماذج هي هجينة بين شرق وغرب، وهذا مؤسف جدا. أتمنى أنه في الطور الجديد، يعني الآن بعد في إدارة ستتكون في خلال الأشهر القادمة، أن يعني يأخذوا بعين الاعتبار أهمية التقليد التأويلي، وأن يعاد إلى صميم هذا المعهد إلى القسم الشرقي. وأظن أنه يعني دور المعاهد الكونسيرفاتوار يعني المعاهد هي تعليم التقليد قبل كل شيء، والتقليد المحلي قبل أن يكون أن يعلموا التقاليد الموسيقية الغربية. هنا نتحدث عن المعهد الوطني، يعني مفترض أنه أي معهد وطني في أي قطر عربي عليه أن يعلم قبل كل شيء
التقاليد الموسيقية المحلية إن كانت فنية أو شعبية وبخاصة الفنية منها. نعم. يعني عليه أن يقوم بهذا الواجب قبل كل شيء، ولما لا تعليم الموسيقى الغربية، ولما لا الموسيقى الصينية أو الهندية؟ يعني العالم كبير وليس لكن بالدرجة وليس الأولى الموسيقى الغرب. المحلية يعني هنا أكيد المحلية والإقليمية. نعم. هنا لدينا موسيقات إقليمية مهمة، هذا التقاليد الموسيقية، التقليد الموسيقي المشرقي العربي هو مشترك بين الأقطار المشرقية العربية المتعددة، وهو قريب أيضا جدا من الدسق الفارسي أو من الموسيقى العثمانية ومن الترانيم الكنسية المشرقية، وحتى يعني وبالموسيقى الأوروبية في عصر الوسيط الترنيم الغريغوري. هناك هذه الفكرة المقامية الأساسية التي تقوم على ترجيح الوزن، وزن الكلمة. نعم. وترجيح المقامية وترجيح التأويلية والنسيج الأحادي، هذه الأركان الأساسية المشتركة بين كل هذه التقاليد، وعلى المعاهد أن تقوم بواجبها حيال ذلك. وللأسف المعهد الوطني اللبناني لا يقوم بواجبه، وآمل الآن أن تتغير الأمور. هنا في قطاع خاص هذه المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الأنطونية يعني نركز كثيرا على التقليد التأويلي، تقليد التأويل المشرقي العربي، والتقاليد أيضا الأخرى المشرقية الكنسية والإسلامية. نعم. وأيضا إلى جانب الموسيقى الأوروبية. نعم. لا مشكلة في أن تتنوع الأمور، إنما علينا أن نروي هذا النهر أو هذا الرافد الأساسي الذي هو التقليد المحلي.